بهذا الفيديو اكسرسايز 12 بيج 132 معطينا 2 ايكوال كوردز اس اي ايكوال اس كي. هذول اللي فوق غلط مشطبين هول ما بدنا اياهم. انتم بترسموا الرسمه بترسموا السيركل حيلا الراديوس يكون قد ما بدكم تفتحوا الراديوس ومعنى الاس اي ايكوال اس كي. هلا دغري انا بستنتج انه عندي ايسوسيلس تريانجل مثلا اس اي اي اس كي اذا وصلتها بصير عندي هون عنا الانجل اللي على البيز الاي والكي بيكونوا قد بعض بس وصل يعني هيدي لهون. اذا وصلتها هلا نشوف نحطها هيك بصير هاي الانجل ايكوال لهاي الانجل كلها. بس انا بالدرس يعني في 2 ايكوال ارك 2 ايكوال كوردز بيعملوا 2 ايكوال اركس. يعني اذا الاس اي ايكوال اس كي معناتها هيدا الارك اللي هون الاس اي بتساوي الارك اس كي ماشي. هلا هو معطيني جيفن انه الاس او كي هي 110 الاس او كي السنترال انجل 110. السنترال انجل بعرف منها الارك اللي بوجه دائما الانجل بتدلني على ارك والارك بدلني على انجل. هاي السنترال انجل اللي هي الاو 110 بتساوي الارك اللي بوجه اللي هو مين اللي هو الاس كي ماشي. يعني الاس كي اللي هون اللي هي شو 110 ماشي. طيب بس بما انه الاس اي ايكوال اس كي يعني الكورد اس كي لازم عفوا يعني الارك اس كي لازم يساوي الارك اس اي. يعني الاس اي كمان هون شو راح يكون راح تكون 110 ماشي. عم نحلل نحن بالرسمه تحليل هلا. طيب شو لازم يكون بعدين في كورد في ارك بالرسم اللي هو الاي كي. الاي كي شو لازم يكون؟ نحن بنعرف انه السيركل كله هي شو المجر تاعولها 360 معنى هيدا الارك الاس كي المجر تاعوله 110 والارك اس اي المجر تاعوله 110 شو بضل الارك اي كي؟ بنقول الارك اي المجر للارك اي كي ايكوال 360 ماينس هيدي وهيدي يعني ماينس المجر للاس كي والمجر للاس اي يعني ماينس ال 110 و 110 فبيطلع 360 ناقص هول يعني ناقص 220 بيطلع 140 يعني هاي رح تطلع شو 140. هذا الارك اي كي رح يطلع 140. السؤال هو عم يقول لي فايند الاي اس كي فايند ذا انجل ذا ميجر اوف ذا انجل اي اس كي يعني هيدي اللي هون هاي اللي هون سنترال انجل. شو المفروض تساوي؟ المفروض تساوي الارك اللي بوجه اوفر 2 يعني بتساوي المجر للارك اي كي اوفر 2 يعني بتساوي 140 اوفر 2 يعني 70. نحن هيدا كله كان تحليل. السؤال هو من معطيني بس جيفن واحد اللي هي معطيني تنتين جيفن للاس او كي 110 بعرف من وراها الاس كي الارك اس كي ومعطيني الاس اي ايكوال اس كي بعرف من وراها انه عفوا معطيني الكورد اس اي ايكوال الكورد اس كي بعرف من وراها انه الارك اس كي ايكوال ارك اس اي. في ناس بده ياني يطلع الانجل اس اللي هون. هلا بما انه هو تو اركس عرفتهم بعرف الثالث انه هو 360 ناقص هو اللي مرقه بتطلع هيدي حسب الرول لانه سنترال انجل بتساوي الارك اللي بوجه اوفر 2 يعني بتساوي 70. هول الحكي اللي حكيتهم كلهم مكتوبين هون ماشي. فيكم تعملوا سكرين شوت كمان وتنقلوا الصفحه ويعطيكم العافيه.